آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على عالم. فالضر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي. محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبغين من حكم. ما حربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلام. ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم. لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام. فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسآم. قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. إن تتلها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشبيب. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاؤه كالحمم. وكالصراط وكالميزان معادلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم. لتعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق